هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. بالنسبة لهذا الستاج هذا الستاج الأولاني داز لو نيفو ديالو بامال يعني على حساب لي جوور ما كانوش ديجا كانوا مقلبين على راسهم ديجا كانوا مبريبارين وخدامين على لي كلوب اخرين الله يسهل عليهم هذا لوبجيكتيف ديال الجمعيه ديالنا مي هذا الستاج هذا كيتميز بلي جوور اللي هما نقدر نقول بروفيسيونيل لا في الخدمه ديالهم لا ديسيبلين ديالهم حتى في لونغاج باش كيهضروا كيبان لك بانه جوور غير ضايع او لما عندوش لا شونس مي الى تعطاته واحد الفرصه وشاف فيه واحد النادي ودار فيه واحد المدرب ثقه دونك راه غادي يعطي الريزلت ويقدر يكون احسن من هذاك الشيء اللي في بروميير سيري حنا ما كان هذا الشيء ما كنفخوش به بمصطلح بين قوسين مي مدوزي الحمد لله الاكسبيريونس ديجا ترينينا لعابه في لي سينيور في جميع الانديه المغربيه لا تركيا مي النيفو ديالهم ما غاديش يكون هو الطوب ولكن احسن من شي لعابه كاينين في بروميير سيري بحكم الاكسبيريونس ديالي متواضعه يعني كيبان لي بانه كيكونوا خصوصا الجروب عندنا هنا 6 7 ديال لي جوور اللي غادي يكونوا يقدروا انهم يجيريو الشامبيونا البرو ديالنا لا بروميير سيري لا دوزيام سيري وكيف ما لاحظتوا هاد الدور هادي كاين واحد النجم اللي هو كبير الاخلاق ديالو بالقلب ديالو بالروح ديالو عاد باش كنشوفوا الكره ديالو دونك ملي كنقولوا نجم كبير ماشي خصو غير يكون ديجا لعب كره اولا دوز واحد الكارير زوين باش نحطوا له هذا المصطلح ديال نجم كبير كندوي على ياسين بانه واحد ليكزامبل اللي يقدر يعطي لي جوور اللي كانوا طراو لهم مشاكل ماشي مع الانديه يكون طراو لهم مشاكل في يكون تبليسه اولا في لونتوراج ديالو تعرض لشي حوايج باش يبعد من كره واحد الوقت وباش يرجع يبريباري ويرجع دونك عنده واحد بيرسوناليتي اللي قويه وكتصنفو باش يكون من الصفات ديال القائد هادشي علاش كنبغي نشيد بانه لي جوور وكنبغي نصح بان الدوره المقبله ان شاء الله قد ما كان امكن يزعم الا كان مريح يزعم يبريباري راسو ويجي للجمعيه ديال الاتحاد المغربي دونك راه غادي يلقى الفرصه ديالو ومو بعدا غادي يشوفوا الناس عاوتاني ومو يبدا الا كان سالف واحد الوقت ومو يبدا وكيف ما كنقولوا الا خدمتي بزاف راه تتخلص راه ما يمكنش انت كتخدم على واحد لوبجيكتيف وفي الاخر غادي تلقى يدك خاويه بالنسبه للستاج اللي فات كان عروض لثلاث اشخاص جوج اشخاص كان في وسط الستاج دونك تمت المنادات عليهم وما لعبوش معنا الماتش الاخراني اللي كنا لعبنا فريق الاتحاد البيضاوي الله يسهل عليهم دونك سيناو الكونترا ديالهم بقى عندنا اللاعب الثالث هو حسام دونك حسام في الماتش ديال الطاس الاتحاد البيضاوي خداوه وسيناو مع كونترا برو مي الله يهدي شي مدربين او لا شي مسيرين على حساب التعامل مع لي جوور قد ما كيكون جوور يعني صغير كيخصك تعامل معه بواحد الطريقه اللي هي تمشي له مع دماغه هو ما عارفش هو في هذيك المرحله خصو التوجيه خصو اللي يعطي الاكسبيريونس ماشي خصو اللي يحاسبه باش ما ندخلوش في حيتيات اخرى ونجيك صريح بان كاين واحد الجينيراسيون قديمه ديما كتحكم بحال غير في الدار الا عندك شي راجل كبير راه تيبغي يفرض هذاك الشيء ديالو واخا غلط وانما تيقول لك لا دي لي هادي انا مرتاح في هادي دونك راه فحال هكاك يعني خصنا نتسنى واحد الجينيراسيون باش تشونجا وصعيب حنا كنجيريو دابا الجينيراسيون القديمه مع الجينيراسيون ديالنا وكنتمناو بانهم ياخذوا بعين الاعتبار هذاك لي جوور راه اخ ديالو صغير ابن ديالو واحد من لا فامي ديالو كون متاكد الا خدينا بعين الاعتبار بانه ابن واخ راه ما غاديش يكون المشكل واخا يغلط راه واخا يغلط غادي دير له عذر وغادي تقول راه يمكن غادي يصلح الغلط ديالو انا كندوي لك وكنقول لك بحال هكا على قبل الاكسبيريونس اللي عندي كا غارديان دي بيت ما نجحتش علاش عدم التوجيه ما كانش عندي الاكسبيريونس ما كانش فيا البساله مع لي كوتش مي كنت كندير هذاك الشيء ديالي اللي كيسلكني هذا الشيء علاش كنحاول نوظف الاكسبيريونس ديالي الاخطاء ديالي والفشل ديالي بهذا المعنى كنبغي نوظفو في التدريب وبعض المرات راه كنسمع لي غارديان دي بيت بانهم راه كنسمع في ودني بعض المرات وكنميك
ومن بعد كيجي تيقول لي راه فوالا، كنقول له ما كاين مشكل، حيت انا كنت بحالك وكنت باغي اللي يفهمني كيف ما انا فهمتك. الله يسهل عليك. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور من توجه المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.